عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي you
سبحان الله
صدق الله.